إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سوبر بقى تاهو 2016 أو 15 وينطبق على أغلب السيارات، سواء تاهو أو يوكن أو أي سيارة. أغلب السيارات اللي طبعا هو اللي هو طريقة تغيير زيت الفرامل، أغلب السيارات تغيير زيت الفرامل بالطريقة العادية التقليدية اليدوية، وفي بعض السيارات تحتاج أنك تستخدم جهاز الكمبيوتر عشان هو عملية اللي هو التنسيق والتنسيق عن طريق الجهاز، زي بعض سيارات لكزس وبعض سيارات من أغلب الشركات. بعض السيارات تحتاج إلى استخدام الجهاز. العموم عندنا هنا ما نحتاج إلى أي جهاز، فقط إنه طبعاً تغيير زيت الفرامل مع تغيير فحمات أمامية وخلفية. كل علينا إنه نسحب الزيت من العلبة عن طريق الجهاز أياً كان نوع الجهاز، وبعدين تروح تفك الفحمات الأمامية والخلفية أو الكليربات بشكل عام، وتضغط البساتم. طبعا هذا عندنا فكينا الفحمات، طبعا ما نحتاج خرط لأنه الرجال ما شاء الله تبارك الله، يعني شوف حتى الفحمات لسه باقي فيها نص عمر إذا ما كان أكثر، فما شاء الله ما يحتاج إلى خرط. فقط علينا فكينا الكليربات وضغطنا البساتم. أنت أساسا كل ما ضغطت البستم هذا اللي هنا حق الكليبر راح يرجع الزيت اللي كان موجود هنا، لأن أغلب السيارات الناس يقول لك والله الزيت عندي ناقص الفرامل، ما زيت الفرامل ما ينقص، لأنه كل ما استهلكت الفحمات كل ما استهلكت الفحمات كل ما اضطر إنه يعوض النقص الفحمات بدخول أو خروج البستم وتعويضه بالزيت. فلما تغير فحمات جديدة تضغط البساتم أو البساتم الكليبر اللي الوضع الطبيعي راح يرجع كمية الزيت اللي كان ناقص ويرجع فل. فعشان تسحب الزيت كامل لازم تضغط جميع الكلبرات والبساتم حق الكلبرات بشكل كامل. فهذا عندنا الآن الأمامي الخلفي، أمامي الأيسر، وهذا عندنا الآن اللي هو الخلفي الأيسر، وعندي هنا برضو الخلفي الأيمن، وهذا عندي الآن اللي هو الأمامي، هذا الأمامي الأيمن. فكلها مضغوطة لوضع الطبيعي، وهنا سحبنا الزيت عن طريق الشفط. طبعا الآن عشان نبدأ بعملية اللي هو عملية التنظيف أو الاستبدال الزيت بشكل أفضل، وش نسوي؟ نبدأ الآن بأول كفر. طبعا احنا الآن ضغطنا جميع الكليبرات الأربعة لوضع الطبيعي أو وضع ال فنبدأ الآن عندنا بالأطول كفر أو أبعد كفر. أبعد كفر عندنا في تغيير زيت الفرامل عشان نفكه اللي هو الكفر الخلفي الأيمن، يعني نبدأ بالأبعد والأبعد. لما نبدأ الآن نسم الكفر هذا وننتظر كذا خمس دقائق عشان يطلع معنا لما نعبي زيت جديد، ننتظر حتى بس يطلع الزيت الجديد من السرندل اللي هنا، بعدها نقفل وراح نطبق على الكفر اللي بعد الأبعد اللي هو الأيسر الخلفي، بعدها ثم الأمامي الأيمن، ثم بعدين له الأمامي الأيسر، وهكذا. أقول لاحظ الآن عندي هنا علبة عشان أفرغ فيها، ولاحظ عندي الآن هنا طبعا أنا عشان لا يدخش المنظومة فيها هواء عبيت الآن علبة كاملة جديد في علبة الفرامل، وبس ننتظر لين يطلع الزيت صافي وراح نقفل. يعني على الأقل تخليها لو جزء بسيط من العلبة هنا، لأن الكمية اللي موجودة في الباكم أو الكليبر بسيطة جدا، بس حنا نبغى نحول اللي في المواسير ما بين العلبة إلى الكليبر، فكمية بسيطة بس نخليها إلى ربع العلبة أو حتى أقل من ربع العلبة ونوقف الزيت. طبعا هذا الزيت عندنا الزيت القديم اللي سحبنا حدود له 600 ملي، هذا فقط اللي سحبناه عن طريق العلبة. الباقي الكمية راح نسحبها إن شاء الله من داخل المواسير والكليبرات. هذا أعتقد 600 ملي، خلنا نشوف وينه. اي نعم 600 ملي، شوف مكتوب هنا مياه معبى 6.1 لتر، يعني نص لتر او اكثر من 600 ملي. طبعا ما شاء الله تبارك الله
اول كان زيت الوسخ وانتم بالكرامه، لما احط يدي هنا يطلع معاها اللي هو زيت مع الاوساخ زي الكربون. الان لاحظوا ما شاء الله تبارك الله صار الزيت نظيف جدا ولا في اي كربون. ارى راح انا اقفل وراح ابدا في التطبيق الثاني. لما الزيت ينظف معاك من الكربون اللي ينزل مع الاوساخ اعرف انه الوضع نظيف بعون الله. طبعا لاحظ هذا الكليبر الخلفي الايسر، طبعا لاحظوا الاوساخ اللي فيه لما ينزل الزيت، لاحظوا في زي سواد. فانتظر زي ما سوينا في الفرام الخلفية اليمنى لان الزيت يطلع معنا نظيف. لاحظوا كمية اوساخ تنزل مع الزيت. راح الان اركب برضو انا الفحمات الخلفية اليسرى اليمنى على بال ما ينزل الزيت عندي هنا. طبعا هذا عندي الفحمات الجديدة وهذه الفحمات القديمة، يعني لسه باقي فيها ولأنها على وشك الهلاك، لكن ما خلاها للنهاية سبحان الله مصادفة. فعشان كذا ما أضطر للمسح لأنه ما شاء الله ما في ولا أي احتكاك. لا راح نركب اللي هو الجديد. ركبنا فحمات ركبنا الفحمات الخلفية الجديدة، شدينا المسامير، شدينا التنسيمة. الآن راح نطبق الكفر الأمامي الخلفي الأيمن. على بال ما نطبق الخلفي الأيمن راح نشوف يمكن قد خلص اللي هو التنسيم أو تفريغ الزيت القديم في الكفر الخلفي الأيسر. خلصنا الكفر الخلفي الأيمن ما شاء الله. على بال ما خلصنا الكفر الخلفي الأيمن اللي هو ما شاء الله صار الآن الكفر الخلفي الأيسر نظيف جدا، والآن يتقفل ويتركب من جديد. راح نبدأ في الكفر الأمامي الأيمن. شوف الأوساخ اللي في السلندر، تقول شحم أو تقول زيت دفرنس. راح نبدأ في الكفر الأمامي الأيمن اللي هو يعتبر ما قبل الأخير. هذا الآن الكفر الأمامي نسمناه، لاحظوا. فراح الآن أشتغل في الكفر الخلفي، أركب الفحمات وأركب الكفر. يصير على ما قد خلص التنسيم والتفريغ من زيت الأوساخ اللي داخل السرندل. ممكن هذا يحتاج إلى وقت أكثر لأنه عبارة عن 2 بساتم غير الخلفية الخلفية لكل كاليبر بسم واحد. لكن لاحظوا ما شاء الله تبارك الله هذا الكربون اللي يكون عن تجي تدلو احتكاك ما بين خروج وضغط البسم في الكليبر فيسبب كربون، فبعد التنظيف راح يطلع مع الزيت أوساخ. تم تكفيل السدادة، تركيب الفحمات الجديدة. الآن راح أركب الكفر الخلفي الأيسر. ما شاء الله تبارك الله، أول ما خلصنا من الكفر الخلفي الأيسر أو الكفر الخلفي الأيسر وركبنا الفحمات وركبنا الكفر، ما شاء الله تبارك الله صار عندنا الزيت هنا نظيف. الآن راح نقفل السرة وسرة التنسيم اللي عندنا هنا وركب الفحمات، وبعدين راح نبدأ في الكفر الأخير ونكمل شغلنا في الكفر الأمامي الأيمن. ما شاء الله الكفر هنا الامامي الايسر التنسيق فيه اسرع. ليش؟ لان المواسير فيه اقرب. فهذا ما شاء الله تبارك الله، يعني ما مدينا اكمل شغلي في الكفر الثاني انه راح ينطلع الزيت في الكابل. فما شاء الله لانه سريع، لان الكفر يعتبر اقل مسافه من علبه الفرامل. ركبنا الفحمات الجديده، شدينا المسمار. لاحظوا ما شاء الله صار عندي هنا الزيت نظيف. لاحظوا نظيف. الآن راح أقفل. هذا ما شاء الله الكمية التنظيف الإجمالي اللي من الأربعة سرندل الكليبرات حق الفرامل بس، فقط اللي في المواسير وفي داخل السرندلات أو الكليبر، وهذه فقط اللي في العلبة بعد الضغط الكليبرات. يعني ممكن عندنا الآن لتر بالكامل، لأنه في ممكن أشياء بسيطة طاحت في الأرضية، ولكن هذه الآن ممكن نقول كمية تأخذ الكمية الكاملة مع التنظيف أو اللي داخل المواسير مع يعني لتر كامل. علبة الآن أو ثنتين علب أو علبتين من حجم 600 ملي. طبعا خلصنا كذا الآن من الكفر الأمامي، تركيب الفحمات، لا أركب الكفر وندعس فرامل حتى
ترجع الكليبرات الى وضعها طبيعي مع الفحمات الجديده. بعدين راح برضه نعبي زيت الناقص. بنزيد فرامل الى هنا. راح نشغل وندبل حتى يتعوض الزيت او يرجع الكليبرات الى وضعها الطبيعي. بعدين نزود الزيت الناقص. شوف الواحد لما يدعس تحس ان فيها فضاوه مره مرتين لين ترجع الدعسه الطبيعيه او الوضع الطبيعي. الان ما شاء الله تبارك الله وضعها الطبيعي. راح نشوف الزيت الان. لحظه الزيت نقص حاجه بسيطه بس. راح نعبيها لين علامه الماكس. عبينا الزيت للماكس كده خلصنا. راح الان نشغل جرب الفرامل.